وإلى متابعة أخبار المنتخب واتحاد الكرة، حصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة هكتور كوبر على تأشيرات دخول الأراضي الروسية لحضور نهائيات كأس العالم والتي ستنطلق منتصف الشهر المقبل. وقام الجهاز الإداري للفراعنة بالانتهاء من تأشيرات الجهاز الفني والإداري والطبي، ولم يتبقى سوى اللاعبين المقرر أن يشاركوا في البطولة على أن يتم العمل على استخراج تأشيراتهم عقب الإعلان رسميا عن قائمة الفراعنة بعد أيام. يواجه المنتخب الوطني للشباب مواليد 99 اليوم نظيره السنغالية في ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب والتي تستضيفها النيجر العام المقبل. وتنطلق المباراة في 7 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد ليوبيل دسنجور بالعاصمة داكار. وكان منتخبنا وصل العاصمة السنغالية داكار مساء الأربعاء الماضي وأدى ميرانه مرتين استعدادا للمباراة. ويتطلع الجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي ولاعبو الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظ الفريق في مباراة العودة التي ستقام ببورسعيد يوم 19 من مايو الجاري.